أستاذ ياسر مساء الخير، خليني أبدأ معك من القاهرة. يعني الإعلام التقليدي لعب أدوارا مهمة على مر العصور في كل الحروب، اليوم لدينا إعلام متطور، الإعلام الرقمي وهو جزء من الإعلام. ما المستغرب أن يستخدم أو تستخدم هذه الأدوات في الحروب اليوم كما استخدم الإعلام التقليدي في السابق؟ على العكس تماما، ليس هناك أي قدر من الاستغراب. كان الإعلام منذ انبلج عصره جزءا أساسيا من أدوات القتال للأسف، وفي مواكبة كل الحروب التي وقعت تورطت ما يسمى بوسائل الإعلام التقليدية في أنماط من الأداء المنحاز، وربما بعضها أجج النزعات العدوانية وبعضها ساعد على تعميق مرارات الدمار والتشريد وما شابه. إنما يأتي وسيط جديد يقال أنه سوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الرقمي، يأتي هذا الوسيط فلا يتغير في الأمر شيء إلا تلك الطاقة الجبارة التي يكتسبها الإعلام الرقمي بسبب آليات وصوله ونفاذه وبسبب تجليات تكنولوجية عظيمة في الواقع تصارعت في العقدين الأخيرين، فتضاعف تأثير هذا الإعلام الرقمي وتزايد ارتباطه بالحروب لدرجة أنه مصطلح يخرج في تسعينيات القرن الماضي هو weaponization of social media أو تسليح وسائط التواصل الاجتماعي، وتجرى العديد من البحوث والدراسات في المعاهد الموثوقة. طيب. وتكون نتيجتها واضحة جدا أن هذه الوسائط مرتبطة بكل النزاعات والحروب ارتباطا كبيرا، وأنها تؤجج أو تساعد على تأجيج أو ربما تتحول إلى بنى أساسية واتصالية أساسية في المعارك واللوجستيات. طيب أستاذ ياسر، يعني هناك خط رفيع ربما فاصل بين مسألة منع التحريض، منع تقديم المعلومات المضللة، منع تقديم المعلومات الكاذبة أو الزائفة فيك نيوز، وبين رفع القيود عن ما يتعلق بالتحريض. هذه مسألة أخذت على فيسبوك تحديدا وإنستغرام، هما تابعان لشركة ميتا، بأنها رفعت القيود فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا بالنسبة لمسألة التحريض. التحريض إلى حد ما أصبح الآن مقبولا من قبل هذه المنصات، كيف نفسر ذلك؟ نفسر ذلك في إطار الكيل بالمعايير المتعددة الذي أظهرته هذه الشركات في الواقع، في إطار نزوعها الاحتكاري وأيضا قابليتها الكبيرة للاختراق من قبل جماعات مصالح أو لوبيات أو ربما مؤسسات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا هل تعتقد أستاذ ياسر، أفهم من كلامك أنه المؤسسات الرسمية، المؤسسات الحكومية التابعة للإدارة الأمريكية تتدخل بشكل مباشر في تحديد سياسات هذه المواقع؟ يعني أنا كيف أفهم أنه هذه الشركات تقوم على قواعد احتكار واضحة جدا لا يقرها أي قانون في الولايات المتحدة أو حتى في أوروبا ويسمح لها بهذا الاحتكار؟ كيف أفهم أن هذه الشركات مثلا تحفل بأنماط التفاعل التي تخرق كل القوانين المتعلقة بالحماية، وكيف أفهم أنها تخترق الخصوصية وتتاجر فيها وتسلعها وترتكب كل هذه الأخطاء الكبيرة، ثم تواجه التساؤلات في بعض البرلمانات سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة وتخرج سالمة في كل مرة؟ أنا أفهم أن مؤسسات، وليس بالضرورة المؤسسة الجامعة والشاملة وليس بالضرورة مؤسسة الرئاسة، لأننا نتذكر وأنت أسلفت قبل قليل، قلت قبل قليل أن هذه مؤسسات تويتر تحديدا الذي كان يتمتع ترامب بحوالي 89 مليون متابع عليه، والذي قال نفسه في أكتوبر تشرين أول 2017 لولا تويتر ما وصلت إلى الرئاسة، وكان هو وسيلته المفضلة للتواصل، وسيلة الاتصال السياسي الأساسية والجوهرية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب، يمنع من عليها ولا يستطيع أن يعود إليها ولا يستطيع أن يقاضي تويتر أو يحصل على أي حق
إذا هذه الوسائط. لا بس هو يعني بديش أدخل في موضوع ترامب أستاذ ياسر، ولكن ترامب منع من استخدام هذه المنصات لأنه بحسب هذه المنصات كان ينشر معلومات كاذبة، كان ينشر أشياء لا علاقة لها بأمر بما يحدث في الولايات. هذا ما تقوله هذه المنصات. لا هذا كلام، نعم هذا كلام لا يقال ولا يستاهل حتى ان نرد عليه. نحن نعرضه لكي نوضح تهافت هذه الحجج. ترامب كان رئيسا منتخبا، ليس هذا دفاعا عن الرئيس ترامب، ولكن منع بعد ذلك رئيس اخر منتخب هو الرئيس النيجيري محمد بخاري، وسوف يمنع اي رئيس ترى هذه المجموعة من أصحاب المصلحة أنه لا يقول الكلام المرضي عنه ولا يتحدث بنفس الخطاب المطلوب. وبالتالي حينما سكتنا عن تغول هذه الشركات أنها تتحول إلى منصات اتصال سياسي ومنصات اقتصاد وتجارة، وتتحول إلى البؤرة الكبيرة التي تجمع فيها آراء العالم وتفاعلاته النشطة، ثم نتركها تتحكم في من يتكلم ومن لا يتكلم، هذا أشبه بأن يأتي أحد ويمنع مثلا أي رئيس دولة من الكلام بداعي أنه يقول كلام مضلل. المسؤول السياسي لا تحسبه منصات ولا شباب بس عندما ينشر معلومات كاذبة، معلومات تغير وجهات النظر بشكل جذري، معلومات تعطي انطباع مختلف عما هو على أرض الواقع، يا أخي كان يجب على هذه المنصات أن يكون لديها كان يمنع. بديش أفتح موضوع ترامب يا أستاذ ياسر، بس لو استدعينا طيب بدنا نتحول لموضوع الحرب الآن. أستاذ ياسر، إلى أي مدى هذه المواقع، هذه الشبكات باستطاعتها أن تحدث تأثير ما، أثر ما على سير العمليات العسكرية اليوم في هذه الحرب؟ يعني جميع البحوث التي أجريت على تأثير ما يسمى بوسائط التواصل الاجتماعي في التحولات السياسية والأزمات العميقة أفادت بأن هناك رابطا كبيرا بين هذه الوسائط وبين درجة سخونة هذه الأوضاع وأيضا مآلاتها. فالقدرة التي تكتسبها هذه الوسائط على التأثير في الرأي العام هي قدرة كبيرة جدا لا تحتاج إلى أي إثبات. حتى أنه على الرأي العام مفهوم أستاذ ياسر، ولكن هل برأيك يمكن أن يكون لها تأثير على وجهة سير العمليات العسكرية مثلا؟ لا، ما هو هي تستخدم في عديد الاستخدامات، هي تستخدم في تجنيد المرتزقة أو المقاتلين من أجل الحرية إذا كنا سنتبع وجهة النظر الغربية، وتستخدم أيضا كبنية اتصالية أساسية في عمليات تنسيق القتال على الأرض، وتستخدم أيضا في التشويش على القيادات العسكرية. أنا أريد أن أعود بك إلى واقعة احتلال الموصل من قبل قوة داعشية قوامها 1500 شخص، بينما حامية الموصل آنذاك 28,000 شخص، وحينما سئل قائد الحامية كيف احتل 1500 شخص المدينة وهي في حوزة 28,500 مقاتل، فقال قصفونا بالتغريدات. هذه وسائل حرب مباشرة، ولذلك مركز البحوث التابع للناتو نفسه هو الذي أطلق هذا التعبير Weaponization of Social Media، هي أدوات قتال كاملة، وهي مرتبطة حسب الباحث مايكل جيتر في إحدى الجامعات المهمة في أستراليا بكل الحوادث الإرهابية والعسكرية التي جرت في 20 عاما الأخيرة. وبالتالي لا يمكن التشكيك أبدا في تأثيرها الكبير والضار جدا والمؤدي إلى الكثير من الكوارث فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، سواء على صعيد التنفيذ الميداني أو على صعيد الشحن وتعبئة الرأي العام. الملحوظ والشيء اللافت في هذه الحرب الإعلامية الحديثة هي أنها تحتوي على عناصر مشابهة لما كان يورد في الإعلام التقليدي. نذكر أيام حرب 67 على سبيل المثال، كان هناك أرقام تطرح أنه نزلنا 200 طيارة، أعطبنا 500 دبابة. اليوم نسمع تقريبا نفس الشيء، هناك أرقام خيالية من الجانبين فيما يتعلق بالخسائر تحديدا. ما رأيك في هذه النقطة؟ يعني هناك عبارة شهيرة، جميع ما نعرفه من معلومات عن الأزمة الأوكرانية الراهنة هو صحيح ما عدا ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
جميع ما نعرفه من معلومات عن الحرب هو صحيح ما عدا ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة. هذه العبارة قيلت للتدليل على حجم الأكاذيب التي تم بثها خلال هذه الأزمة، وحجم الأكاذيب هذا لم يأتي فقط للأسف من وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لآليات ضبط والتي تتحلى بقابلية كبيرة للاختراق والتضليل، ولكن أيضا من وسائل إعلام تقليدية، وسائل إعلام عريقة لديها مواريز ضخمة من التنظيم والضبط والأكواد والأدلة، وأيضا من قبل بعض المسؤولين الرسميين في كلا الجانبين. للأسف الشديد تم اختراق كل المعايير التي أرسيت من أجل ضمان وصول معلومات دقيقة، والإعلام الغربي بالذات أضحى في موقف صعب جدا لأنه وضع نفسه في موضع الإلهام لعقود طويلة، وقال إنه سيعلم البشرية كيف تكون التغطيات الإعلامية موضوعية ومحايدة ودقيقة، لكنه أخفق كثيرا في هذه التغطية التي واكبت الأزمة الأوكرانية، وأعطى أسوأ الأمثلة عن نفسه سواء بشيوع النزعة العنصرية في كثير من خطابه، أو أيضا بالتضليل، وأيضا بالوان سايد ستوريز أو القصص التي تروى من جانب واحد. الجانب الغربي كسح الروس في هذه المعركة الإعلامية، لكن في الجانب السيبراني ما زال الجانبين متعادلين.